مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالفيديو. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله. الف الف مرحبا بالمشتركات اللي دخلوا جدد في القناة، مرحبا بكم، نورتونا واهلا وسهلا بكم. شكرا شكرا كذلك الاخوات كاع اللي خلاو لي تعليقات شابة ومحفزة في الفيديو اللي فات. شكرا كذلك للاخوات اللي بداو التحدي وراهم متحمسات ليه، بارك الله فيكم اخواتي، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. بالنسبة أيضا للأخوات اللي سقساوني وقالوا لي على واحد التوضيحات إن شاء الله بخصوص محلات الجملة، بخصوص يعني واحد الأسئلة بخصوص هذاك التحدي، غادي نحاول نجاوبكم الآن من خلال هذا الفيديو. كذلك غادي نشارك معكم منتوجات ومنتجات وماركت بدون تعتيم، يعني هذا الماركت أنا مجربتهم وني عرفتهم، وكذا غادي نشارك معكم مع الأسعار. طبعا غادي نشارك معكم أيضا في خلال من خلال هذا الفيديو ثلاث محلات، الأول في وسط الجزائري، الثاني في الغرب الجزائري، والثالث في الشرق الجزائري، يعني كلهم في ثلاثة أنا قضيت من عندهم وشريت من عندهم وما شاء الله عليهم السلعة والسومة. المهم إذا كان يهمكم هاد لا فيديو، إذا بغيتوا تعرفوا على محلات الجملة والمحلات اللي نقضي من عندهم والمنتجات، فابقوا معايا لآخر الفيديو. ألف مرحبا بكم مرة أخرى. اما بالنسبه للمنتوجات فكان عجبني هذا مؤخرا منتوج نيديكس اللي كنت جربته مده شهر، وما شاء الله عجبني صراحه اكثر من رائع، رغوي مليح وكل شيء، يعني سائل غسيل اواني ممتاز اقتصادي وكلش. بالنسبه كذلك البياد نتاع الجافيل، انا ننصحكم انكم تشرو بالخمس لترات اوليو تقعدوا تشرو باللتر، غادي يستقام لكم هكا اقل ثمنا وكذلك اقتصادي اكثر، وتقدوا وتخزنوه في دار الخزين. بالنسبه للحمص يدير عندنا في الطرف 20000 500 في سوبرات الأي، كنت شريت كيلو آخر باش نزيده في دار الخزين أو عندي الحمص تاع الشهر، وجبت كيلو أيضا باش نحطه في دار الخزين ب20000 كانت عندي. بالنسبة للأرز البسمتي كاين أخت سقساتني على الأرز البسمتي تاع 5 كيلو، طبعا هو يبقى اقتصادي مقارنة تاع كيلو غرام واحد، كي تشري 5 كيلو خير من اللي تشري بالكيلو، وكذلك الحجم يكون اقتصادي والثمن يعني يبقى توجور جد معقول مقارنة بأنك تشري بالكيلو. هاوينا موجود في الرف العلوي كليا، يعني في الايطاج كاع الفوقاني، في الايطاجير كاع الفوقاني تلقيه فوق الحمص واللوبيا وهذوك العفايس والروز. بالنسبه للارز راه اشكال وانواع وماركات، كاين دخلوا هادو اللي فيهم الكومبلي، فيهم الاسود، فيه الارز الاسمر، فيه يعني بزاف الوان، وفيه الريزوتو، فيه بزاف انواع تاع الارز، كيما فيه الارز الاسود هذا اللي كنت شاركت معكم وصفه قديمه يعني، وتجي اكثر من رائعه وصحي ايضا، لكن يبقى الثمن تاعه مرتفع مقارنة بالأرز العادي اللي هو الأرز تاع كاع الناس، سواء الأرز المفور ولا الأرز الأبيض، والماركات تختلف وتتنوع، وفي هذا الشيء راهو رحمة لنا، لأنه في التنوع هذا والاختلاف هذا راهو رحمة لنا ولجيوبنا، لأنه مابقاش احتكار وحكر على مادة واحدة وعلى منتوج واحد وعلى ماركة واحدة ولا على منتوج هو اللي كاسح السوق. لا، بالتأكيد غادي يكون هذاك التنوع في صالحنا نحن، لأن انه هذاك التنوع يخلق نوع من المنافسه، ونقدو نشرو، اللي قد يشري الغالي يشري واللي قد يشري الرخيص يشري، وهي رايحه كيما هاك. بالنسبه كذلك المنتجات الاخرى قلت لكم فيها التنوع، كيما كاين تاع الخارج، كيما كاين تاع الترك، كيما كاين منتوجات يعني باهظه الثمن تلقوا المنتوجات رخيصه. مثلا في البرغل، اللي تشري البرغل تاع كذا وكذا، راه كاين البرغل تاع لا مارك الثقه مثلا ولا غيره تلقيه رخيص. بالنسبه ل المنتوجات الاخرى اللي انا نشريهم مثلا كيما الكران وغيره وغيره، يعني نشري يعني ماركات مختلفه كل مره شنجيب، يعني ما عنديش ماركه هيا لوين باينه ولا عفسه. بالنسبه للطماطم المعلبه وغيره راهي تبدا من 60 دينار، من 6000 وطلع، وراهم كل مره يكونوا دي بروموسيون. وغادي نشارككم قلت لكم في الفيديو بثلاثه تاع المحلات مول وسوبرات، زوج تاع السوبرات في ثلاث ولايات، كل ولاية من هاد الولايات انا صراحة رحت لها وقضيت من عندهم. بالنسبة للمنتوجات قلت لكم اللي عندهم تلقوا فيهم التنوع، تلقوا فريمون دي بروموسيون، كي يقول لك انا داير بروموسيون تحسوا باللي صح راه منقص ثمن ماشي حشوة وخلاص. وبالنسبة للاخوات اللي يغتنموا الفرصة تاع البروموسيون يشرو، ماشي غير واحد وشري، راه البروموسيون ثاني عندها القواعد تاعه، غادي نشوف خاصك تكوني تعرفي الثمن من قبل شعال باش تعرفي اذا صح فيه تخفيض ولا فقط
وهم. اذا كن خاصك تعرفي صح لا كاليتي تاع هذاك الشيء، خاصك تكوني عارفه مثلا على الاقل مجربه حاجه ولا زوج من هذاك الماركه، يعني باش تونجاجي في الحاجه الثالثه والرابعه. بالنسبه لهاد اتاي مثلا، انا عجبني جا مؤخرا، ما كنتش نشوفه من قبل لكن عجبني. راه يدير 11500 بالنسبه لنص رطل، وهذا تاع رطل راه يدير 25500، الله اعلم. يعني تبقى على حساب العائله، وكذلك الاتاي لازم يكون عندك في الستوك تاعك. بالنسبه للمواد اللي لازم يكونوا عندكم في الستوك ولا اللي لازم يتخزنوا للعوله، الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ان نشارككم بعض المواد، غادي نحاول نشارككم بعض الاشياء اللي يمكن انكم تخزنوهم وديروهم في دار العوله بحول الله. بالنسبه للقهوه والاتاي وهادو راه فيهم اشكال وانوان واذواق، طبعا يبقى الذوق تاع الانسان هو اللي لاخر. وبالنسبه للقهوه المفضله عندي طبعا هي القهوه الخضراء، وراكم شفتوها عندي في ستوك، نخزن قهوه خضراء يعني باش نحمصها ونطحنها في الدار عندي. بالنسبه للسكر ننصحكم اللي عندهم عائلات كبار انكم تشروا الحجم الاقتصادي، يعني تاع 10 كيلو 5 كيلو على الاقل، لانه الاحجام الاخرى لا تناسب. وكما قلت لكم السكاكر راهم على ريسانهم، الماركات راهم على ريسانهم، ما بقاتش حكر على ماده واحده او نوع واحد. كما كنت ديتكم معايا للحانوت تاع الكرو في الفيديو اللي فات، وشاركت معاكم شريت من عند الكروسيست، كنت شريت الخماره تاع الكاطو، كنت شريت الخل، كنت شريت الملح، يعني كاين مواد اللي كنت شريتهم. بالنسبه للخل كنت نحبذ لو انني لقيت الحجم الكبير لانه يكون اقتصادي اكثر، لكن لا باس يعني في هذه الفتره راهم هذوك مسلكين. بالنسبه للمواد اللي سقساوني، كاين اخت ام ياسمين سقساتني في مدينه الطرف وين جاي المحل تاع الكرو، راهو جاي مراقعه الرياضه اللي نونتريني فيها، اني سبق لي وحط لكم العنوان مراقعه الرياضه، راهو جاي تما ولا مور كوميساريه الجديده، راه معروف كاين غير واحد تما غروسيست. كاين محل اخر ثاني راه جاي مور الدائره، والصراحه انا ما نقضيش عليه، نقضي على هذا اللي قلت لك مور القاعه تاع الرياضه. بالنسبه لمدينه وهران، بزاف سقساوني على مدينه وهران من يقضوا الكرو، انا عن نفسي كنت نقضي من كاستور، يعني كاستور فيها لي غروسيس سورتو تاع مواد التنظيف، هذاك لو جافيل ساني بون، يعني مواد التنظيف على العموم يعني نجيبوهم من لي كاستور. بالنسبه للمواد الاخرى يعني كاين تما تلقوا حتى تاع لي موتاسيون جينيرال وكلشي، لكن تلقوا كذلك في شاكيب ارسلان ولا فيغ موراسن، كذلك كاين لي غروسيس، كاين كذلك واحد في بوان دي جور، ولا كاين ثلاثة أربعة في بوان دي جور، في صديقيه في بوان دي جور. بالنسبه هادو المحلات تاع الغروسيس اللي نقضي منهم انا من وهران. بالنسبه لالجي كذلك كاين اخوات سقساوني على العاصمه، صراحه انا ما قضيتش جامي من الكروسيس في العاصمه، لانه كنت نقضي من الرغايه، والرغايه ما شاء الله الثمن تاعها معقول. كاين اللي يقول لك العاصمه، انا في العاصمه وما كاش كيماك، انا نعرف بلي العاصمه كبيره، العاصمه مش فقط ساحه الشهاده ولا ما على باليش انايا، العاصمه راهي طويله وعريضه تبدا من بابا علي ولا ما باليش من ولاد شبل ولا شي با، المهم حتى للرغايه اخر نقطه فيها هي الرغايه في العاصمه. ويعني وكنت قضيتها ودي زوج خطاوي غير بومرداز، زوج خطاوي منا يعني انسان ولاد موسى وغيره وغيره، يعني واحد الاماكن قريبه اللي تقدري تلقي فيهم بثمن جد منخفض. بالنسبه للولايات الاخرى كنت سقساوني على مدينه تمرس، لي غروسيست كاين في قدام اسيهار، وكاين كذلك في سرسوفيراي مقابل الواد، كاين كذلك في طريق الواد وين السوق تاع الكرو تاع الخضار، راه كاين تما كذلك لي غروسيست في تمرس توما غيسقسو. كاين واحد الخطوه وواحد الحاجه مهمه لازم ديروها اخواتي، راه كلكم ما شاء الله عندكم الفيسبوك، عندكم التكنولوجيا، عندكم كذا، دخلوا في لي باج اوفيسيال تاع الولايات اللي راكم فيهم وديروا دي بوبليكاسيون، ديروا تساؤلات تما، حطوا بوبليكاسيون تاعكم وقولوا لهم وين جاي المارشي اللي بيع رخيص، وشكون الحانوت اللي بيع رخيص، قولوا لي رشحوا لي سوبرات تكون مليحه، رشحوا لي محلات تاع الجمله يكونوا ملاح، قولوا لي وين جاي محل تاع الجمله، واكيد غادي يجاوبوكم في لي كومونتير وغادي تستفادوا ان شاء الله، لانه هذاك هو الشيء اللي نديره انا كل ما ندخل في ولايه جديده. الزوج تاعي سقسي لي تما صحاب الحوانات وكذا، يقول لهم وين جايين، زعما شكون اللي مليح شكون اللي كذا، ويسقسي الجوار اللي كانوا من قبل. نفس الشيء انا نديره مثلا على فيسبوك ولا زوجي ولا نكتبوا ويرشحوا لنا، نشوف التعليقات اكثر تعليقات اللي يدوا بزاف، زعما مثلا نلقى في هذاك مرشحين لي نفس الاسم 10
10 مرات ولا 11 مره، واحد مرشيه لي 5 مرات 6 مرات، انا نروح نزورهم ونشري شويه شويه ونشوف. يعني هذا الشيء اللي نعتمده انا ونخدم به. بالنسبه للمنتوجات كاع اللي راكم تشوفوا فيهم الان، هما منتوجات ومنتجات انا جربتهم شخصيا. بالنسبه للمحلات اللي قلت لكم غادي نرشحهم لكم بحول الله، المحل الاول راهو جاي في مدينه تيسمسيلت في الوسط، غادي نعطي لكم مدينه من الوسط اللي هي مدينه تيسمسيلت. كاين محل معروف تما في السباله في تيسمسيلت سموها سوبرات وردي. بالنسبه سوبرات الوردي راهي جايه في السباله وما شاء الله عليها، محل ولا اروع، فيه دي بروموسيون تاع صح، بروموسيون كي نقول لكم يدير بروموسيون راه يدير بروموسيون تاع بصح ما شاء الله. السعر والسومه والمعامله وكل شيء ما شاء الله. داغيا لقيت عندهم الزبيب ب 45 الف الكيلو، الطون ب 14500، 3 باكيات، يعني ما شاء الله عليهم. قلت لكم بزاف صوالح عندهم شابين يستاهل الاخر. اكتبوا فقط على فيسبوك سوبرات الوردي سبالة تيسمسيلت ولا سوبرات الوردي تيسمسيلت يخرج لكم. الولاية الثانية هي ولاية وهران، المنزه طبعا، المنزه في كانستيل في وهران ما شاء الله عليه، لي بخي تاعه روعة، عنده لو شوا، كاين مواد ما شاء الله، ماركات بالك ما تعرفوهمش لكن ما شاء الله كي تروحوا وتجربوهم غادي تلقوهم رخاص وبنان طبعا، وكذلك يوالموا جيوبكم ويوالموا ستوك تاعكم، الشيرات اللي راهم باغين ستوك. بالنسبة هذه الوهران كاين المنزه. في الولاية الثالثة والأخيرة اللي غادي نرشحها هي ولاية عنابة، غادي تلقوا جواهر مول. جواهر مول راهو جاي في الحجار في عنابة، يعني ما شاء الله الأثمنة ولا أروع، أثمنة رائعة جدا. إذا بغيتوا يعني تزوروهم، إذا استعصى عليكم الزيارة ادخلوا فقط وتضربوا طلة وشوفوا المنتجات، منتجات رائعة جدا. هناك التنوع، هناك المصداقية، كي يقول لك راني داير بروموسيون معناتها تاع الصح، راهو داير بروموسيون ماشي راه غير يتمسخر. هذا بالنسبة جواهر مول، كي قلت لكم أكثر من رائع هذا المول، تلقوا فيه كلش، مواد غذائية، لي بروموسيون تاع الويكاند عنده، كل ويكاند راه يدير بروموسيون. نفس الشيء بالنسبه للوردي في تيسمسيلت ما شاء الله. هادو الصور الاخيره اللي نهضر عليكم الان، هادو من عند الوردي. شوفوا ما شاء الله، الطوماطيس راهي ب 6000، الكاليطه 6 ب 10000، عنده مثلا منتجات، خصوصا هذا منتجات مهدي، منتجات تقوى، راهم منتجات صادقه، يعني منتجات ما شاء الله نجحت ورائعه وكل شيء، يعني بلا ما نقول لكم منتجات نقعد نسمي لكم فيها بالوحده. كاين مثلا هذه الشيء كوري، هذه تاع 13000 تاع الزيار، كاين هادو اللانجات راهم 3 ب 19000، يعني بزاف المنتجات اللي تقدوا تصادفوهم وتوصوهم بالك نتوما حاقرينهم، لكن انا عن نفسي انا جربتهم وشريت منهم وكل شيء، وان شاء الله غادي نشارككم بزاف امور في المستقبل، غادي نشارك معكم بزاف صوالح مستقبل من هادو 3 مواقع، يعني هادو 3 اللي انا شخصيا شريت من عندهم، ومشي بوبليسيتي باسكو بالك تسموها بوبليسيتي غراتويت باسكو راني نديرها غراتويتمون، حتى واحد ما راه يخلصني، ماني خاص عليها حتى دورو اخواتي. هذه بالبند العريض اللي مضاري يقولوا لي اكي خالصه مع شي الهضره التافهه هذه، اخواتي انا غير باش تستفادوا، ما راني رابحه منه حتى والو غير دعاوي الخير. الشيرات دعونا دعاوي الخير، هذا مكان كما قلت لكم الشيرات فقط دعاوي الخير. بالنسبه للسوبرات هادو كاع على بالي غادي تدخلوا ان شاء الله وغادي تشوفوا الفيديو، سوبرات الوردي ولا جواهر مول ولا المنزه، اذا كنتوا انتم انكم تخلصوا فيا ولا كنت انا خالصه كتبوها لي في التعليقات على بالي بلاني نخدم معاهم باطل. المهم كل شيء في سبيل اني نوصل لكم المعلومه، في سبيل انني نفيدكم اخواتي، لانه هذا هو الهدف تاعي من القناه، والله يجعلها لي صدقه جاريه ان شاء الله وحسنه ان شاء الله ربي يكتبها لي، لانه هذا الشيء لن يتمنى انكم تستفادوا فقط الاخوات، وانه ما تتكلحوش وتعلموا ثقافه الشراء وثقافه الاستهلاك وتكونوا مستهلكين واعيين اخواتي، لانه حتى الاستهلاك راه عنده ثقافة وراه عنده قانون وراه عنده علم لوحده اللي هو علم الاقتصاد. نتمنى ان شاء الله انكم تستفادوا اخواتي، كيما نتمنى منكم ان شاء الله ان شاء الله انكم اللي مازال ما اشتركوش تشتركوا في القناة، واللي مازال ما فعلوش الجرس تفعلوه باش يوصلكم الفيديوهات الجديدة ان شاء الله، لانه غادي تكون فيديوهات اخرى بحول الله عما قريب. واللي مازال ما حطتش لايك طبعا تحط لي لايك وتخلوا لي تعليقاتكم واقتراحاتكم ان شاء الله واسئلتكم، غادي نحاول انني نجاوبكم كل ما نقدر
اكثر بحول الله من خلال الفيديوهات او من خلال البوست او من خلال صفحتي على الفيسبوك اللي تحمل اسم القناه. كل المعلومات ستجدونها ان شاء الله في صندوق الوصف. تحياتي للجميع، احبكم جميعا، نبغيكم ونموت عليكم، والسلام عليكم.